صباح الهنا والنصر مره كمان على حضراتكم. ودلوقتي معانا بقى الفقره الحواريه ومنورنا فيها كابتن عادل تعيم عشان نتناقش بقى في ماتش بكره ان شاء الله مع امبي ومشوار الدوري اللي فاضل والتالق اللي كنا فيه مع بيراميدز، وهل ده كان متوقع ولا لا؟ والتوقعات دي اكيد بتبقى بيزد او مبنيه على اسس فنيه كبيره جدا وخططيه وغيره، كل ده هنعرفه من خلال الفقره مع كابتن عادل تعيم. طبعا منورنا نجم الاهلي السابق، بونجور يا فندم وكل سنه وحضرتك بخير وسنه يا رب حلوه علينا كلنا باذن الله. كل سنه وانت طيبه والحمد لله على السلامه واجازه سعيده. سافرت ولا قعدت بقى يا كابتن عادل؟ لا والله كنت موجود. قعدت هنا؟ انا كل على طول معاكم هنا. ما سافرتش راس السنه حته خالص؟ لا لا لا. ماشي. طيب نخش بقى على 2023 وبدايه التالق الحمد لله مع الاهلي. بص يعني الواحد طبعا بيقول الكلام ده هزار، بس هي فعلا 22 كانت سنه مش حلوه ابدا كرويا وتحديدا على النادي الاهلي. قلنا هندخل السنه الجديده وبدايه او ضربه البدايه فيها كانت مع بيراميدز، وكان ماتش اكثر من رائع فنيا ونتيجه في الاخر. انا عارفه ان حضرتك كنت مع كابتن اسلام الشاطر قبل المباراه بيوم، وحضرتك توقعت بيزد طبعا او مبني الكلام ده كان على رؤيه فنيه ان الاهلي هيفوز، بس هل الفوز ده كان بالشكل ده يعني الثلاثيه؟ وفي نفس الوقت هل فنيا حضرتك راضي 100% عن الاداء ولا كان في برضو بعض المشاكل من وجهه نظرك؟ زي ما حضرتك تفضلتي كنت بتوقع وقلت للكابتن اسلام ان عندهم مشاكل في خط الظهر. الجول عندهم طبعا الشمال، بنتكلم على بيراميدز هنا عندهم بيراميدز مشاكل. عندهم الجول كويس، عندهم خط الظهر فيه مشاكل، الاظهره لما بتزيد مفيش حد بيغطي من وراهم، المقدمه في وسط الملعب والمهاجمين عندهم طبعا، وقلنا رمضان بيلعب ازاي وعبد الله السعيد بيلعب ازاي، كله يعني اولا احنا بقى نتكلم عن فرقتنا احنا، اولا كان في التزام دفاعي جيد جدا الى جانب بنلعب على المرتدة، لأن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا جدا في توقيت الأهداف. لما يجي جول في بداية المباراة أو ربع ساعة وبعدين الشوط الثاني برضه بيجي جول ثاني وبعدين في النهاية بيجي الجول الثالث، فتوقيت الأهداف كان مهم جدا. الجول الأولاني خلاهم ينطلقوا بكثافة أكثر، ابتدينا إحنا نلعب على المرتد. سقطت منا بلغة الكورة حوالي ثلث ساعة. في الشوط الاول بعد ما جبنا الجول حصل تراجع شويه، بقى في عدم التمريرات كانت فيها قصور شويه، ما كانتش سليمه، بتقطع كانت كتير التمريرات، اتعوضت بقى الشوط الثاني. الشوط الثاني بقى الميس باص ده قليل جدا جدا جدا، ثم اعقبه جول عمرو السوليه من الكورنر، ثم الجول الثالث برضو من حسين الشحات، وبرضو التوفيق بتاع ربنا بيجي لما يكون فيه الاسباب بناخد بيها وبنشتغل صحيح عليها صحيح. وبالتالي الحقيقه فعلا كان في روح قتاليه عاليه جدا غير الماتشات اللي فاتت، روح قتاليه اللعيبه كلها ملتزمه. كنا بنشوف حسين الشحات وقبليه كريم، بمجرد ما الكره بتتقطع بيرجع بيبقى مع هاني، علي معلول كان على طول سافيو كان بيرجع معاه برضه في حته التامين الدفاعي، حتى شريف او شادي كان الراجل مكلفهم برقم 7 اللي هو اسلام انه بيرجع يمسكه على اساس ان هو من اللعيبه الخطر في تيم بيراميدز. الكلام ده مع الكور الثابته، مع التحركات في الملعب، مع الهجمات المرتده، شفنا الهجمات المرتده من ناحيه اليمين كانت قويه جدا. صحيح. حسين وهاني. هاني كان متالق على فكره بصراحه. أنا نفسي هاني بقى يستمر في المستوى ده بقى، ما يبقاش ماتش وماتش، يعني صح. مش هو بس. يعني في بعض اللاعبين عايزين زي ماتش بكره كده إن شاء الله، إحنا إدينا 8.5 من 10 في الماتش اللي فات، ماتش بيراميدز، عايزين بقى الماتش بتاع بكره والكل بقى الدوري كده إن شاء الله وأفريقيا وكأس عالم للأندية، يبقى برضه بندي لجمهورنا. إحنا شفنا جمهورنا عمل إيه مع الفريق، حاجة أكتر من رائعة. ده الحياة بتاع جماهير النادي الأهلي كابتن عادل، والله لسه كنت بقول كده في المقدمة بتاعتي، قلت حتى وإحنا في موسم لم يكن الأفضل علينا إن جماهير النادي الأهلي عمرها ما طلعت انتقدت بشكل اللي هو تكسر في الفريق، لا كانت بتزعل بتعبر عن ده بتتمنى الأفضل لغاية لما النادي يقف على رجليه مرة تانية، وقد كان. لكن قصة إن أنا أتكسر وكده الحاجات اللي كنا بنسمعها دي ما كانتش جاية أبدا من جماهير النادي الأهلي ومعروفة يعني. عمر جمهور النادي الأهلي ما كان رد فعله سيء اطلاقا، يعني حتى لما حصل شهداء والاخر الماتشات اللي بعد كده عمرنا شفنا اي تجاوز. احنا شفنا الماتش اللي فات في اسوان ناس ضربوا الحكم وخرجوه
بشكل سيء جدا. عمر جمهور النادي الاهلي ما بيعمل كده اطلاقا، استحاله. احنا بنتكلم عن كيان نادي يا كابتن عادل، برضه ده بيفرق كتير يعني، حضراتكم فاهمين طبعا. جمهور راقي مثقف، يعرف قيمه يعرف قيمه النادي بتاعه، يعرف قيمه التيشيرت بتاعه، يعرف مبادئ النادي، وهو اللاعب رقم واحد. والله اقسم ده اللاعب رقم واحد. انا عايز اقول لك وقلنا الكلام ده قبل كده، والله جماهير النادي الاهلي بتدعم اي حد بينتمي لهذا الكيان، حتى احنا كمذيعين يعني. بقول لحضرتك وقلنا انا وكريم الكلام ده، لما حد مثلا ممكن حتى يقول حاجه على تويتر ولا حاجه على السوشيال ميديا، ولو كلمه انتقاد بسيطه مقبوله، هو يخش يدافع يعني. بنخش نقعد نقرا مثلا ونلاقي الاف بيدافعوا عنك مجرد ان انت بتنتمي لعيله الاهلي. فيعني ما بالك بقى الفريق الاول واللعيبه ومجلس الاداره. طبعا عايز اروح بقى مع حضرتك لنقطه جميله جدا، لان احنا دلوقتي بنتكلم عن جماهير داعمه بشكل كامل، بنتكلم عن اداره فنيه داعمه بشكل كامل، بنتكلم عن مدير فني اعتقد ان هو رائع حتى هذه اللحظه مع النادي الاهلي ومشواره مع الماتشات المختلفه مع النادي الاهلي، بنتكلم عن لعيبه عادت ليهم تاني روح الحمد لله الفانيلا الحمراء زي ما بيتقال باللغه كده الدرجه. دلوقتي احنا عايزين نكمل بهذا المنوال. ام بي عندنا ان شاء الله بكره الساعه 5، والبعض بيقول لك دي مباراه سهله قوي ومضمونه والثلاث نقاط اعتبر ان هم في جيبك. انا هميل للراي الاخر اللي هو مفيش حاجه اسمها مباراه مضمونه، وممكن جدا يحصل مفاجآت غدا. بتشوف المباراه سيرها ازاي ممكن يكون بكره كابتن عادل؟ والله انا قلت زمان وبقولت مع اسلام حتى في الحلقه اللي فاتت، قلت له مفيش مباراه سهله وصعبه. انا النادي الاهلي وانا بلاعب منافس بحترمه بمعنى ايه؟ ان انا ببقى عارف هو بيأدي ازاي، وانا درسه كويس ولعبت وهي نازله في شيء من الخوف الايجابي. الخوف الايجابي ان انا عايز ابدع وعايز امتع جمهوري، وبالتالي مفيش حاجه في الدنيا اسمها صعب وسهل. في حاجه ان انا طالما مركز في عملي وبتقن عملي وتكليفات المدير الفني انا نازل بنفذها، والجمهور اللي في المدرج ده اللي بيجي، والجمهور اللي مش في المدرج ده، انا في المدرج فيه 3000 وفي 90 مليون بيتفرجوا عليه. صحيح صحيح. 90 مليون دول قاعدين في البيوت، في المقاهي، في بره، في البلاد العربيه، في اوروبا، كلهم بيسيبوا شغلهم وبيتفرجوا على ال 90 دقيقه بتاعتك. انت ربنا اداك مفتاح تسعد الناس دي، فعشان تسعدهم احنا لما بنبقى ماشيين في الشارع او في اي مكان الناس توقفنا، حتى لما بيبقى فيه لا قدر الله اداء مش كويس، ايه يا كابتن فيه؟ بادب وبذوق واحترام، مفيش بقى تجاوز ولا يعني. دايما حتى الانتقاد بيبقى فيه نوع، عارفه لما واحد بينتقد ابنه او صحيح يعني صحيح، بنوع من الحب كده والتواضع، وعايز دايما النادي بتاعه دايما في المقدمه. ماتش بكره سهل جدا وفي نفس الوقت صعب لو انا فكرت بطريقة مختلفة. لا لو نزلت زي ما بينزل بعض الفرق المختلفة لما بتنافس يعني، وشفناه يمكن مباراة مع أسوان، زمالك وأسوان، انت بتنزل لو في ثقة زايدة ربما بتنعكس تماما، او الجيم بينعكس تماما. فمهم جدا ان بس دي مش عندنا برضو كابتن عادل قوي. أيوة. يعني احنا ما بننزلش عندنا هذه الثقة، لا احنا بننزل دايما بندي كل الاحترام للمنافس. ان خلي بال حضرتك حتى الأندية اللي هي او الفرق اللي بيبقى فيه جاب ما بيننا وما بينهم في النقاط او في التصنيف يعني في الجدول، هتلاقي ان بالعكس هم بيلعبوا افضل بكتير مع الأهلي او حتى مع الزمالك عن اي فريق اخر. يعني هتلاقي افضل دايما بيكون مع الاهلي تحديدا. كمان طول عمر النادي الاهلي بطل علشان دي اللي حضرتك تفضلت بيها دي، ان كل الانديه وكل الفرق وهي بتلعب النادي، حتى في افريقيا كاس عالم انديه، كل الفرق قيمه النادي الاهلي انه بينافس ريال مدريد وبرشلونه واخد بعض كم كبير جدا من البطولات. فبالتالي كل الفرق بتادي قدام النادي الاهلي اداء يعني اللي يعني فوق افضل ما عنده، افضل ما يعني عنده. لذلك تبص تلاقي الماتش اللي بعديه بعد النادي الاهلي تبص تلاقي في اخفاق، لانه بيبذل اقصى طاقه في ماتش النادي الاهلي. الفرق المنافسه بتلاقي الاداء يعني، احنا شفنا ماتش اسماعيلي تحس ان هو ماتش ودي، ما فيش الحميه ولا ولا ولا. وبالتالي طبعا اللي مخلينا في دايما في الصداره انك دايما ماتشاتك كلها قويه. لذلك حتى لاعبتنا في التدريبات واحنا لما بندي لهم شغل، وحتى مع الجهاز الفني اللي موجود واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، دايما التدريب بيبقى صوره من المباراه. يعني تلاقي حتى بيبقى في نوع من الاصابات في التمرينات نتيجه ايه؟ اللعيبه بتلعب كانها بتلعب في مباراه رسميه.
وده اللي بيخليك دايما باستمرار تحصلي على البطولات، 42 دوري، كاس 37، افريقيا 10، كاس عالم انديه 3 برونزيات على طول. طالما اللعيبه داخله وجواها دايما بشبه بالوقود كده زي الطاقه اللي موجوده، فرن شغال. الفرن ده بيديلي طاقه علشان اسعد الناس اللي في البيوت وفي المدرج وفي كل مكان اللي بينتموا للنادي الاهلي، حتى اللي ما بينتموش للنادي الاهلي بيستمتعوا بكره النادي الاهلي. صحيح. بيستمتعوا بالاداء وتنفيذ الواجبات والجوال الحلوه اللي احنا بنجيبها. كل الامور دي طبعا بتبقى مهمه جدا للاعب، بحيث ان هو كل مباراه بالنسبه له، وده اللي اتعودوا عليه كل الاجيال، ان انا كل ماتشاتي في النادي الاهلي ماتشات كؤوس. انا ما فيش دوري وكاس وافريقيا، لا. صحيح. كلها على نفس الدرجه من الاحترام. انا عندي سؤال بقى كابتن عادل برضو، وعايزه حضرتك ترد علينا من خلال كمان الجيل بتاع حضرتك. في ثقافه كده شويه دارجه بين الجماهير، نتكلم على الانديه المختلفه، يعني هم بيحاسبوا باللاعب بالمباراه وبيحاسبوا الفرقه بالمباراه، يعني ممكن اتالق المباراه دي ما اتالقش اللي بعدها، فالمشنقه تتعلق هنا فهنا ارفعك سبع سما. ليه الثقافه دي شويه موجوده لدى بعض الجماهير، وازاي تاثيرها بيكون سلبي او ايجابي على حضراتكم كلاعبين؟ هو طبعا زمان ما كانش فيه الثقافه دي، ما كانتش موجوده بالشكل ده. لان الكم الاعلامي الموجود دلوقتي، قنوات كتيره جدا، السوشيال ميديا طبعا، يعني حدث ولا حرج، حدث ولا حرج حقيقه بشكل قوي جدا. وبعض اللاعبين احيانا بيلجأوا ان هم يخشوا على المواقع ديت، وده اكبر غلط. وشفنا محمد صلاح مانع تماما انه يلجأ للحاجات ديت، لان المدح والغير المدح هو مش محتاجه، لان انا راجل محترف وبأدي شغلي، وشغلي انا بشوف نتيجته في المدرج وفي وسائل الاعلام. اللي حضرتك بتقوليه ده وسائل الاعلام الحقيقه بتحاول، او في ناس مخترقاها بحيث ان هي تضرب في لاعب علشان، او تضرب في نادي او غيره، او تضرب في نادي علشان تحاول انه هو يفقد الثقه في نفسه، وبالتالي تبقى نجحت. وهو تقريبا يعني الجمهور ده مش تابع للنادي الاهلي، بيبقى جمهور لا اخر. لا انا جنرال في العموم بتحصل، بيبقى تابع لبعض المنافسين. ان انا مثلا كان عندنا مروان محسن، كان لعيب رائع جدا هايل، لكن تاثر غير طبيعي بالمواقع ديت، وبقى يبقى نازل الملعب. هو راجل يعني بيتقن كل حاجه، لكن الموضوع ده اثر عليه، وبالتالي اثر على أدائه. ابدا ياثر، لان كمان يعني معلش، اصل هو مين اللي بيتكلم؟ يعني دلوقتي لما اجي مثلا اقيم، هل انا هقيم نفسي بحد قال حاجه حلوه او وحشه؟ الواحد عارف قيمه نفسه، قال حاجه حلوه قال حاجه وحشه، لا ده هيزودني ولا ده هيقلل مني. فما بال حضرتك، ده احنا على المستوى اللي هو الشخصي العادي. طب انت كمحترف لاعب كره، ما كانش على مروان محسن، ان في العموم ازاي ممكن السوشيال ميديا تاثر بهذا الشكل ايجابي او سلبي على لاعب مفروض عنده من الخبرات ومن الفهم ان ده مش مفروض يتاثر بيه ابدا؟ زي ما حضرتك قلت، محمد صلاح مركز لانه شخص محترف، لاعب محترف. الثقافه دي لازم تنتقل عندنا كمان داخليا، بتكلم على مستوى مصر مش على النادي الاهلي بس. شوفي، هيبقى لازم الشخصيه ديت، بيبقى طبعا الثقافه مهمه جدا، لكن برضه بيبقى ليه دور الجهاز الفني واللعيبه زمايله، يبقى باستمرار محتضنينه ودايما بيدوا له رد الفعل الايجابي، وما تخشش على المواقع ديت، ثقه في نفسك. طبعا انت عارفه بيبقى احيانا في بدايه المباراه، ويبقى في لاعب عندنا، اللاعب ده بيبقى فيه نوع من فيه هبوط شويه في ادائه. اول كوره تروح له الناس كلها تديها له سهله، عشان يبتدي المباراه بتمريره سهله. فده بترفع من معنوياته. فدي برضو من ضمن الحاجات المدير الفني بيعملها، ان انا مثلا في فلان نازل المباراه وفي قلقان شويه من المواقع ديت او من الاعلانات ديت، الى جانب ان انا زمايلي جوه اوضه اللبس وقبل المباراه وبعد المحاضره واحنا رايحين الاستاد في كل الاماكن ديت في الملعب، بمجرد ان انا بنزل الملعب بروح مديله كوره، بحيث ان اديها له سهله، اول تمريره تطلع من رجليه سهله بتفرق معاه، ويبقى في ثقه. صحيح. وبعدين طول ما في المباراه شغاله على طول احنا في ودانه، فلان هايل والله
فلان يا معلول. هو الشق المعنوي طبعا مهم جدا، ولازم برضو يبقى اللعيبة عندها نوع من الإدراك، الكلام السلبي ده أو الانتقادات دي، ده هي دي تبقى زي ما بتقال الوقود إن أنا أنتصر. كل ما ألاقي انتقادات أكتر، كل ما ببقى عايزة أرد على الانتقادات دي إن أنا أنجح أكتر. على فكرة ده بيبقى حافز، بس طبعا دي ثقافة لازم إن هي يعني تدرس عندنا، أو يعني إن هي تتم تلقينها بشكل كبير. طبعا على كل حال هنرجع للنقطة دي، وعندنا نقاط تانية كتيرة جدا، بس هنروح فاصل كابتن عادل ونرجع نكمل مع حضراتكم مع كابتن عادل. خليكم معانا. يعني برحب بحضراتكم مرة أخيرة، خلاص ده آخر فاصل مع فقرة يعني كابتن عادل. كابتن عادل منورنا مرة كمان، وخلينا بقى نخش على ام بي سريعا، لأن المباراة زي ما كنا بنتكلم أنا وحضرتك مباراة مهمة، مباراة ما فيهاش فكرة رفاهية إن أنا ما أخدش الثلاث نقاط بتوعي، مباراة عايز أكمل على اللي أنا بنيته مع بيراميدز، مع بداية 2023 القوية جدا اللي الناس استبشرت بيها خير. بتشوف إن شاء الله بكرة المفروض إزاي تكون طريقة اللعب علشان نقدر إن احنا نخرج بالثلاث نقاط، وبفترة يعني زي ما بتقال كده نخلص الجيم في الدقايق الأولى، لأن مهم جدا كمان الضغط في الدقايق الأولى بيفرق بعد كده في سير المباراة. النادي الأهلي هيلعب بناء على المعلومات اللي متوفرة بالنسبة لفريق إنبي والمدير الفني، اللي ماسك إنبي دلوقتي بيعتمد على الجانب الدفاعي والهجمات المرتدة. عندهم راس حربة قوي ومشاغب وبيخبط، وعندهم ولد تونسي بيلعب ناحية اليمين سريع ومراوغ. دول الاثنين اللي ممكن بيشكلوا خطوره، الباقي كله بيبقى بيأدي الواجب الدفاعي. يبقى انا وانا بهاجم زي ما كولر عمل في الماتش اللي فات، يبقى في تسديد من بره. تسديد من بره كان مهم جدا، الكرات الثابته مهمه جدا، عمليه الكرات المرتده بتاعتهم لابد تبقى انا عامل حسابي عليها بحيث انها ما تاثرش ولا تعملش اي خطوره. يعني الولدين دول لو اتمسكوا، الولد التونسي وراس الحربة اظن اسمه اوف او حاجه زي كده، والولد التونسي، هما الاثنين تقريبا اللي بيجيبوا الاجوال وهما الوحيدين اللي بيشكلوا خطوره. انا في الهجمات المرتده السردباكين بتوعي والباك اللي ناحيه سواء علي او اللي هيمسكه عمرو سولية او ديانج، اي كان التشكيل اللي هيلعب بيه لابد يبقى فيه الهجمه المرتده انا موقفه تماما. الحاجه الثانيه عمليات الاختراقات من العمق ومن الاطراف والكور الثابته، دول هيبقوا مهمين جدا بالنسبه لنا الماتش اللي جاي. الحاجه المهمه جدا في وسط الملعب، هو بيعمل كثافه كبيره جدا في وسط الملعب. عشان ابعد عن الكثافه ديت يبقى انا باستمرار يبقى عندي نوع من الصبر. ايه هو الصبر؟ الصبر في عمليه الاستحواذ. بيبقوا نازلين دايما قدام النادي الاهلي في حماس شديد. الحماس ده عشان اقتله اخليه يجري ورا الكوره كتير. يعني علي معلول بيبتدي ياخد الكوره من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، يبتدوا بيتحركوا يمين وشمال لحد لما عملنا ده مع بيراميدز برضه. يعني برافو عليك، شوط تاني نجريهم كتير. الجري كتير ده بيعمل ايه؟ بيعمل اللعيب احباط، لانه بيروح ما بيلاقيش الكوره. فعايزه باستمرار، احنا بنشوف الفرقه الكبيره دايما وهم بتادي دايما اللمسه واللعبه، او اللمسه واحده، لمسه ولعبه، بجريه كتير. وبعدين في نفس الوقت مش الاستحواذ لمجرد الاستحواذ، لا، الاستحواذ لمجرد ان انا ويبقى عندي صبر ما استعجلش، بحيث ان انا في توقيت معين وبدايه المباراه ان انا اجيب هدف مبكر. الهدف المبكر هيخلي الفريق الانبي يبتدي يفتح خطوطه علشان يعوض، وفي الوقت ده احنا بقى اللي نعمل المرتده بحيث ان احنا باذن الله تعالى نجيب السكور اللي احنا محتاجينه ونطلع بثلاث نقاط. وبرضه نرجع جمهورنا وقف ورانا طبعا، وشفنا قد ايه ده. حتى عارف حضرتك ما بيقفش ورا اللعيب جوه الملعب، ده بره الملعب لما بيهتفوا لبنت عمرو السولية ليلى. يعني حتى متابعينه خارج الملعب. طبعا ما بقول لك عيله الاهلي، عيله الاهلي. لو عملت هاشتاج عيله الاهلي هتشوف كم مليون عليه طبعا. فهي الجانب الفني مع الجمهور صحيح، ومش هنقبل، مش هنقبل اقل من الاداء. الروح طبعًا القتاليه طبعًا تبقى اكتر من ماتش بيراميدز اللي فات. اتفق مع حضرتك مليون في المية. باذن الله تعالى. طب لو كلمنا شويه عن الاستادات، يعني احنا كنا بنلعب مع بيراميدز على استاد القاهره، استاد القاهره اكثر من رائع، وكولر حتى لو حضراتكم اكيد متابعين هو تحدث ان هو يعني نفسه يلعب كل الماتشات على استاد القاهره وكان بيشكر فيه. احنا هنلعب بكره باذن الله مع امبي على استاد المقاولون، وليس بالسيء برضو طبعا، بس خليني اعرف هل الاستادات بتفرق في اللعب؟ ممكن تكون يعني عامل ايجابي وعامل سلبي، عامل دافع او عامل يعني ممكن يخلي الفرقه تتراجع او غيره، هل بيؤثر بشكل كبير؟ ده يعني 100% بيأثر. 100%
لان انت حضرتك احنا متعودين على الكره على الارض التمرير والاستلام انا بلعب الكره راس الحربه بيستلمها النجيله لما تكون نجيله كويسه ومستويه الكره لما باجي اشوطها بتبقى في مكانها يعني بتبقى في مكانها ما انا ما باجيش اشوطها وتعلى نتيجه ان في ارض عاليه واطيه فطبعا الملعب بيفرق جدا زي حمام السباحه واحد يعني بيعوم في مكان وبيعوم في حمام سباحه محترم. طب رايك ايه في الساده المقاولون بكره؟ هل ممكن يؤثر ايجابي ولا سلبي ولا والله اتمنى يكون الملعب كويس لان طبعا زي ما بتقولي احسن ملعب موجود استاد القاهره. زمان كان استاد القاهره كان بيبقى يعني في في التلفزيون تلاقي الملعب مستوى اخضر وجميل، طب انزلي بقى جوه الملعب كان مليان حفر. الحقيقه الفتره اللي فاتت مشكله طبعا الفتره اللي فاتت اتعمل صيانه قويه جدا واعتقد ان كولر بيشيد جدا بالارضيه الملعب وحتى الاجواء الملعب كمان مساحته كبيره وده اللي بيساعد النادي الاهلي ان هو يبقى ما فيش فرقه بقى واخداك في مساحه صغيره ويكثف العدد قدام مرماه عشان ما تجيبيش جول لا في الاستاد القاهره بيبقى المساحه اكبر لان القانون فيه المساحات ديت يعني رائع جدا. طيب احنا عندنا 5 دقائق فاضله، انا هروح مع حضرتك لملفين بس هناخدهم سريعا جدا، هروح للتحكيم وبعد كده عايزه اروح للملف بقى العالمي والابرز حاليا على الساحه الرياضيه العالميه وهي طبعا يعني الانضمام بتاع كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي وازاي ممكن ده يفيد الجانب السعودي وجانب كريستيانو رونالدو. خلينا نبدا بالتحكيم. التحكيم عندنا دلوقتي لما اتكلمنا عن الاهلي وبيراميدز كان طبعا الحكم الموجود هو او حكم الساحه هو الحكم اللي حكم يعني نهائي كاس العالم ما بين الارجنتين وفرنسا وما حدش ابدا اعترض على اي حاجه او اي قرار لان ما حدش يجرؤ خلاص. على العكس لو كان ده حكم مصري ربما كان في بعض الكرات او القرارات اللي كانت ممكن يتم انتقادها. انا عايز اروح بحضرتك ان لنقطه، هل التحكيم برضو بيبقى شق اساسي من فوز او خساره بطولات او فرق؟ يعني هل ممكن ان احنا نقول احنا ما حصلناش على بطوله لان التحكيم كان سيء وكان في انتقادات معينه وكان في اخطاء معديه اللي هي المسموح بيها مثلا دوليا هي 10%؟ يعني عايز اروح مع حضرتك للنقطه دي تحديدا. طبعا التحكيم مهم جدا لان انا ممكن جدا وحتى الحكم البولندي كان في حالتين طرد لابد انه يعملهم ما عملهمش عشان كده انا بقول فانا فوجئت يا نهواند ان المرافق بتاعه مين المرافق بتاعه؟ محمد معروف. رايه كان بقى يعني الله اعلم بقى انا مش عايز اظلم ولا حاجه لكن المرافق بتاعه كان محمد معروف اللي هو يعني بينط لما الفريق المنافس بيجيب جول يعني. فانا لا انا ما حبيتش اجي على النقطه دي بس يعني معلي. لا معلش ما اصل هو لما الراجل يخش في ركبه ياسر مرتين كريم شوفي طلع ازاي اصابه قويه جدا بس تفسيرك يعني ايه بفكره هنا ان هو فعلا ما حسبش الامور دي عدت كده ومحدش اعترض وخلاص يعني تفسيرك ليها ايه؟ ما هو ما حدش اعترض اولا بفضل الله ان احنا كسبنا الحاجه الثانيه انت المباراه ديت كان في تركيز جدا انك انت ما فيش اعتراض عليه على الرغم ان برضه في كرات كتيره اللعيبه راحت له تقول له شوف في بنالتي الكوره خبطت في ايد الراجل وفي لاعب بيراميدز اللي كان في النادي الاهلي ومشي اعتقد في كورتين لابد كان يبقى في كارت احمر في واحده لو ما فيش كارت احمر في كارتين صفر كان ممكن يلعبوا ناقصين ومع ذلك التحكيم مهم جدا في مره كاس العالم فرنسا طلعت من كاس العالم دخلت كاس العالم نتيجه ان الفرقه اللي هي كانت بتلعبها كوره جت بالايد هنري اظن جابها بايده ولم تحسب وما اتحسبتش راحوا كاس العالم ودول ما راحوش شوف المقابل المادي قد ايه صحيح شوف صحيح. المقابل الادبي قد ايه ان دوله تبقى في كاس عالم نتيجه خطا تحكيمي صحيح فطبعا الموضوع ده شائك ومهم جدا ولابد ان هو يتصلح علشان المغرب وصلت لمرحله احنا مش اقل من المغرب ان احنا نوصل للمرحله دي مش هيتصلح الموضوع ده الا لما يبقى في تحكيم جيد هنجيب مين تاني ده محكم نهائي كاس العالم هنروح لمين طب اديكي يعني؟ شفتي يعني هل الكوره اللي داخل بالستارز لا انا بتفق مع حضرتك طيب داخل بالستارز في الركبه طب يعني زي ما تحسبش دي ده ملف عايز حلقه بقى كامله حضرتك تنورنا تاني لان بجد ملف التحكيم محتاج كلام كتيره جدا هروح معاك لان فاضل دقيقه سريعا راي حضرتك في هذه الصفقه العالميه الاخيره بتاعت كريستيانو رونالدو هو يعني نوع من البروباجندا اعتقد لان هو وجوده
بيبقى زي قطر ما عمل كاس العالم، انا بجيب بقى نجم كبير جدا في الدوري السعودي، برضو بيبقى في نوع من المتابعه، في نوع من رونالدو بيلعب في الدوري السعودي. طبعا في مكاسب، اكيد مكاسب ماليه النادي هيعوضها من المبلغ الكبير اللي صحيح. هو دفعه صحيح، حتى اعلنوا ده فعلا. كل هتلاقي كل الاعلانات هم واخدين فلوسهم قبل ما يجي، يعني من الاعلانات ومن الحاجات ديت. هي عامه الايام اللي جايه طبعا هتبين القرار ده كان رمادي مائل للصواب ولا للخطا لصالح كريستيانو رونالدو تحديدا، لان اكيد على الصعيد الاخر السعودي هو يعني صفقه رابحه بكل المقاييس، لكن نتمنى كمان على الصعيد الاخر كريستيانو رونالدو تكون الافضل، لان هذا النجم يستحق ان هي كمان يعني تليق بتاريخه. كابتن عادل نورتنا كالعاده. شكرا. والله شكرا. العظيم ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيب، وهنروح لفاصل مع حضراتكم أخير خلاص، ونرجع بقى لآخر فقرة وحنورنا فيها الدكتور علاء الدين أحمد والفقرة الطبية. خليكم معانا.